هو شركم مبروكة. بالنسبة للسلعة اللي عندنا هنايا، يعني عندنا السلعة ديال الليمون وعندنا السلعة ديال الزيتون. السلعة ديال الليمون كدير بالجملة تقريبا 5 درهم فاصلة 50، والسلعة ديال الزيتون العادية كدير 4 درهم فاصلة 50. أما بالنسبة للتسقيط 6 درهم فاصلة 50، هادشي اللي كاين. الإقبال ناقص شوية هاد العام، لأن دابا ولا عندنا حنا واحد المشكل كنعانيو منه بزاف، اللي هو دابا الفخر ولا كيتخوى في الشوارع، فهمتي؟ يعني الناس ما باقيش كتجي لعندنا الناس بزاف، لان كاين الفخر اللي هو بدون ترخيص بدون اي حاجه كيتخوى في الشوارع، كيجيو كميوات كيخوي في الشوارع، ما كيخويش في المحلات. يعني تقريبا بنفس الثمن باش تنبيعو حنا هنا بالجمله هما كيبيعوا على برا. يعني الناس ما بقاوش كيزعموا بزاف بالنسبه لهادو الناس اللي كيديو الجمله كيخويو لهم في الشارع. اما بالنسبه للكليان ديالنا اللي هما كيعرفوا الحمد لله وكيبغيو الجوده وكيبغيو فخر مزيان، راه كيجيو للمحلات. ولكن مقارنه مع سنوات اخرى، راه دابا ما بقيناش كنخرجوا ديك لا كونتيتي اللي كنا كنخرجوا كل عام، او بزاف. هاد العام هذا ناقص شويه بزاف، كاع ما كانش يقبل بزاف على الفخر. لا لا، الحمد لله حنا ما عمرنا زدنا في الفخر. دوك الاثمنه اللي كاينين كل عام كنخدموا بهم، حنا ما عندناش هذا المشكل هذا. بقى بعض المرات كانت واحد الزياده خفيفه من، يعني كتجي من ما عند الناس اللي كيطيبوا الفخر، كانت واحد الزياده، ولكن حنا ما زدناش على الناس. يعني الثمن اللي كان ذاك العام هو اللي كاين هذا العام، هو بس سايرين كل عام. انا كنصح الناس بالفخر ديال الليمون. الليمون هو يعني بون كواليتي، هو الليمون. يعني الليمون دابا راه اغلبيه كيتباع في المحلات، اما على برا يعني راه ما كاينش الليمون، كيتباع في المحلات لان الثمن ديالو مرتفع شويه. الناس اللي كتخوي على برا راه كتخوي يعني فخر عادي باش تربح فيه واحد شويه ديال الفلوس. اما بالنسبه لينا هنا حنا كنخوي الليمون كاليتي الكراج كيبقى ديما. يعني المحل عندنا حنا ديما مفتوح، ماشي مفتوح في العيد ولا مفتوح، ديما هي فعلا. دابا اي واحد دابا راه كيجي كيوقف عنده كليان كيقول ليه واش ليمون هذا، كيقول ليه ليمون، تيقول ليه واش بلوط، تيقول ليه بلوط. يعني بغى يبيع ويشري. حنا هنا عندنا في المحله عندنا كل سلعه كنحطوها بوحدها، اللي بغى البلوط كنعطيو البلوط، اللي بغى الليمون كنعطيو الليمون، اللي بغى الزيتون كنعطيو، بغى سلعه رخيصه كنعطيوها ليه، بغى سلعه غاليه ما عندناش مشكل. تيبقى المحل ديما محل، لانه كل عام كيبيع الفخر، ماشي يعني غادي نبيعو غير هذا العام ولا، حنا كنبيعو الفخر ديما. يعني ماشي موسمي يعني انتما عاد؟ لا، حنا ديما الحمد لله عندنا كليان ديالنا ديال العام كامل. كاين اسيدي الفخر فيه الانواع، فيه كاين الليمون، كاين الزيتون، كاين المشماش، كاين الرمان، كاين والتريكو البروميان هو الليمون والبلوط. والثمن راه هذا العام زاد واحد الدريم، وهذا الشيء اللي عطى الله الوقت. والله يشوف من حال المساكين والضعفاء، الله يجعل ربي يدير لهم شي تاويل ديال الخير. شويه المهم الانسان الا كان يدي 10 كيلو تيولي يدي 2 كيلو ولا 3، الله يحسن العوان. احنا عايشين مع الفقراء ومع الضعفاء، ما من عايشين شي تياكل مع شي وغادي حتى لعند مول الشي.